أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرفني ويزيدني شرفني أكون في سكتك، ويعني مستمتع بالحديث معك. أدري إحنا قاعد نمر بأوقات غير اعتيادية بما يخص الكوفيد، الله يكافينا ويكافي الكويت والعالم كله من هالشر وهالمرض اللي صراحة دخلنا بأشياء جديدة ما كنا نتوقعها، ولكن نقول الحمد لله. فأنا متطلع إن شاء الله للنقاش وياك يا أخوي بهالليلة الحلوة. الله يسلمك يا حبيبي، بالعكس احنا اللي انت طلعنا. بما انك انت ضيف غير اعتيادي على اي مكان تكون فيه، استغفر الله. خلينا نبلش معاك بامر غير اعتيادي ان صح التعبير. قبل لا ندش في البزنس وكل هالامور هذه، وحتى قبل الازمه وقبل الاستحواذ و الى اخره، ابو سعد انت اليوم مريت حالك حال اي واحد في الأزمة هذه، وأيضا زاد عليها المسائل أو الأحداث اللي أنت مريت فيها شخصيا، وخذيت استراحة محارب. استراحة المحارب هذه اللي جت بعد 27 سنة من العمل تبارك الرحمن المتواصل، وعسى الله إن شاء الله يمدك بالصحة والعافية لأكثر. شلون انعكست عليك خصوصا في ظل الظروف؟ بشكل عام والله أنا شفتها إيجابية جدا، إيجابية من عدة نواحي. أولا بظل الظروف الحالية الوضع وايد خطر، من ناحية الانتشار، من ناحية عدم الالتزام في لبس الكمامات والأجهزة الواقية بشكل عام على أساس تمنع الانتشار، ونشوف الحالات للأسف تزيد يوم بعد يوم. ويعني صار لنا انقطعنا بفترة حجر اللي كانت الأقصى بالنسبة لي، الحجر الكلي، لأن يعني كان أصعب شيء هو الانقطاع عن الوالدين، والوالدين ما شاء الله الله يطول بعمرهم كبار بالسن، فدائما نحط بعين الاعتبار أنه ما نبي نختلط وايد على أساس أنه ما نأثر على الزيارات معاهم. ولكن بشكل عام التزمت الحظر، وأمانة يعني اللي سويته وأكثر شيء استفدت منه، طبعا جزء منه كان أثناء فترة عملي وجزء منه كان أثناء بعد عملي. من بعد عملي الحمد لله يعني أحس أن قضاء الوقت الكافي مع الأسرة يعني شيء غير معتادين عليه في حياتنا الروتينية اللي كل يوم اللي تقضي فيها 8 ساعات أو أكثر ساعات في أوقات العمل بين زملائك، وبعدين تروح تأدي واجباتك الأخرى إن كانت مع أهل أو بر أو صلة رحم أو أصدقاء. ما يتبقى لك من الأهل صراحة تقصير في حقهم. فأنا أقول دائما الواحد لازم يرتب على الأولويات. الأولويات طبعا الوالدين بدون أدنى شك، ولكنه العمل والبيت ومن ثم الحياة الاجتماعية. صحيح، يعني رجعت لكل هالامور هذه. وهل تحس ان هذه الاستراحه كانت مفقوده بالنسبه لك وجت في وقتها الصحيح؟ والله اقدر اقول لك اياها جدا، في الاوقات العاديه لو ما كان في كوفيد او غيره كان الواحد يسافر يغير جو، بس الحمد لله احنا على الاقل بنعمه الامان بديرتنا الطيبه الكويت، الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ اهلها. فبالعكس يعني كانت تجربه، ويعني انا اخذتها بجديه من اول يوم، فعشان كذي كنت ادري ان ما لازم ان الواحد يخطي التصرفات انه يتخالط مع ناس بدون تباعد اجتماعي، بدون ما يلبس الكمامات وهالامور، لان هذا ممكن مو يعرضني انا للخطر، ممكن يعرض الناس اللي انا ازورهم للخطر، بيتي للخطر، والديني للخطر، اللي اقابلهم خطر، وهذا الشيء غير مقبول صراحه من ناحيه مسؤوليتي الشخصيه. أسأل الله إن شاء الله يحفظكم يعني ويتمم عليكم الصحة والعافية كلكم إن شاء الله. الله يحفظكم جميع خلينا واهل شوي الكويت شوي، جميعا. اللهم آمين. خلينا شوي شوي ندش إلى خبرتك أبو سعد، وخلينا نبلش. يعني أنت تبارك الرحمن من النوادر في القطاع البنكي اللي استغفر الله. مروا في، لا هذا صحيح يعني زين، ولكن فعلا من النوادر اللي مروا في اكثر من قسم، اللي هما اذا بنبلش في الخزانه، ثم انتقلت للكوربريت او الشركات، ومن ثم الى الريتيل او العملاء الاشخاص او الافراد، ومن ثم عقب الخبره الطويله هذه انتقلت قبل 5 سنين الى بنك. انت انتقلت من بنك تقليدي الى بنك اسلامي.
مرورك في الأقسام الثلاثة هذيل وانتقالك من بنك يعني تقليدي إلى إسلامي، هذا كله شلون عطاك أو شلون استفدت في إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي؟ نعم، إذا أنت تاخذها من مقاييس العمل، أول ما الواحد يشتغل يكون ذو اختصاص، فيكون سبيشالست بشيء معين أو ذو اختصاص بمجال معين ويمهر ويبرع فيه، ومن ثم يتطور بالتطور الوظيفي اللي موجود إلى أن ترحص إلى أن تصل إلى مرحلة أنك أنت تكون خبير. لما تكون أنت خبير معناته أنك أنت عندك معرفة واسعة جداً بكل الأمور اللي تتعلق بعمل هذا الشيء من يوم إلى يوم. ولكن أنت الآن عندك طموح، تبي تطمح أنك أنت تصير مدير إدارة، أو خلينا نقول برانش مانجر في أحد الفروع، أو سوبرفايزر، أو أريا مانجر، أو سينيور مانجر، أيا كان المسمى المستخدم بالمؤسسات. الواحد دائما يطمح أنه يرتفع أو يرتقي إلى هالمستوى. الإدارة وضعها مختلف عن معرفتك للعلم. ممكن أنت تكون عبقري باللي تسوي، ولكن ما عندك أي مهارة من مهارات الإدارة اللي تقدر تدير فريق. إذا أنت كنت صاحب حرفة، والحرفة هذه تحتاج شخص واحد إنه يسويها، ترى ما تحتاج غير نفسك، وأنت مدير نفسك وأنت سي او مالك. ولكن إذا أنت وظيفتك متشعبة وفيها كثير من الأشياء اللي تحتاج ذوي خبرة في مجالاتهم، واللي يقول لك الشخص اللي يكون موجود يفهم أكثر من الموظفين اللي تحته، هذه واحدة من اثنين: يا أنه ما يثق، أو ما يثق أنه يوكل الأمور حق هالأشخاص بحيث أنه هو يدير الأمور كلها بنفسه، فيصبحون كأنهم منفذين الأوامر وليس مدراء تنفيذيين ذو عقول اللي ممكن يعطون قيمة مضافة حق أي واحد محتاج هالقيمة المضافة من هالخبراء هذول. إذا اللي أنا معينهم كلهم أنا أعرف أكثر منهم، شو استفدت منهم؟ يعني واحد أقل معاش وأقل رتبة وكذا، أقول له سوي كذي، خل وحيد. طيب بالتاريخ أثبت أن هذا فشله، مسألة تفكير المخ الواحد دائما فاشل. حتى بالدين عندهم، حتى بالدين عندنا امركم شورى بينكم، يعني فيها عمليه اخذ الاراء. فيعني ما يصير واحد هو اللي يقول سوي كل شيء. طيب انت اليوم تحتاج كمدير يكون عندك اللي يشتغلون معاك افضل منك في المجالات اللي هم يشتغلون فيها، ولكن يكون عندك المام تام عن كل واحد فيهم شو يسوي وشنو ارتباطه مع الادارات الاخرى. ولكن إذا جيت لي سؤال فني بحت بعينه، لازم أسأل ذو الاختصاص عنه ويعطيني الجواب الفني فيه. وهذا حتى لو أنا رئيس تنفيذي، مو شرط أني أكون عارف فيه، أسأل ذو الاختصاص أنه يعطيني إياه. فمستحيل أنك تكون مدير ناجح إلا إذا كان عندك فريق عمل قوي جدا، فريق عمل متجانس ويشتغل بقلب واحد. فهذا بكل مراحل العمل. إذا خليناها احنا بالتريجري، كنت في مرحلة بداية حياتي، أي مكسبة الخبرة الفنية في الأمور. يعني ما أنكر عليك أن يعني مو الانكشاف، ولكن أن الواحد يكون عنده فرصة أن يتعرض لهذا النوع من الإدارات ويقدر يجرب كل شيء فيه. على سبيل المثال أسواق الأموال، أسواق النقود ماني ماركت، تبادل العملات الفورن اكسشينج، عندك أنت طبعا الماني ماركت لوكال وانترناشنال، عندك بعدين الديريفيتيفز المشتقات المالية، عندك بعدين الكابيتال ماركت اللي هي أدوات الدين العام أو أدوات الدين بشكل عام، كانت تقليدية أو كانت متوافقة مع الشريعة. فكل هالأمور هذه تعلمك وايد أشياء. تعلمك رقم واحد شلون تتجنب مخاطر السوق، وهذا الهدف الرئيسي من تجنيب البنك أي نوع من أنواع مخاطر السوق. ثم مناط فيهم إن هم ينظمون كإدارة الخزينة كل اشتراطات الرقابية من
سيولة من يسمونها ديبوزيت ريزيرف ريشيو، اللي هو معدل الودائع، معدل النقود التي تحفظ على جنب تستثمر في نقود او في ادوات دين عام خاليه من المخاطر، تمثل 18% من الودائع اللي موجوده. في عندك انت اللون تو ديبوزيت ريشيو بالسابق هذا كان موجود ولا يزال اليوم منه شويه موجود، ولكن احد الريشيوز اللي كنا نراقبها. الليكويديتي لادر، كل هالامور هذه كانت فنيه بحته، فنيه بحته. وهالامور الفنيه لو لم اكن في هذا في هذه الاداره، ولو لم اكن عندي شغف اني اصبر واقعد واتعلم اكثر، كان اولا يمكن قعدت بنفس مكاني ليومك هذا. اذا كنت حاب بالشغل وما ابي اتطور، ممكن ان نفس المكان انتقل من ديسك لديسك، وهذا اللي فعلا صار معي. وامانه يعني كل هذا، كل هذا يعني ال 15 سنه الاولى يعني ادين بالفضل الكبير لله سبحانه وتعالى ولمعلمين، الاول هو صلاح الفلي والثاني اللي هو حسين عباس. ابو علي ما اشتغلت وياه نفس الفتره، ولكن صلاح الفلي اشتغلت معاه وتعلمت منه وايد بهالفتره، وايد وايد تعلمت منه، وهذا الشيء فتح المدارك على امور ما كنا حتى نفكر فيها من ناحيه الانوفيشن بالمنتجات بالدينار الكويتي، من ناحيه ربط المنتج مع المشتقات الماليه لاعطاء يا ضمانه على راس المال او عوائد مرتفعه في حال تحققت الرؤى، او خلينا نقول النظره الى السوق مو الرؤى. فكل هالامور هذه قدرنا نطورها بفتره ال 15 سنه بسبب رقم واحد تطور اسواق المال، رقم اثنين الحقنا على التغيير، والسند لينا كان العفو، السند اللي كان لينا كان من مدراءنا، كانوا يتعبون ان هم يبذلون وقتهم ويعطون من وقتهم عشان يقول لنا شنو الصح وشنو الغلط. فكانت مدرسه، مدرسه رائعه. ما شاء الله، جميل. واعتقد هذه المدرسه انت نقلتها معاك لما دخلت الى بيت التمويل الكويتي. لكن قبل لا نتكلم عن هالامور هذه او هالجانب هذا، على طاري سالفه السند وان انت تدفع، انا اعرف بعض الامور اللي انت كنت تسويها. كان لك زيارات بشكل دورية للفروع تسمع منهم، كان عندك إن صح التعبير الكوفي بريك أو بريك القهوة، اللي هذا كله أمر نادر إن نشوفه من المدراء المساعد، وأنت تبارك الرحمن تميزت فيه. وياك على نقطة تخصها، بس خلال الكلام اللي قبل شوي قاعد تقوله ذكرت أمرين مهمين للأمانة. ذكرت إن أنت تحتاج إما ما يكون عندك الثقة أو ما يكون عندك الفريق الجبار إن صح التعبير. هني مسألة الثقة مسألة صعبة إنك أنت تبنيها، خصوصا مع المدراء الكبار أو غيره. شلون أنت تبارك الله قدرت تبني فريق، بالذات في نقلتك إلى بيت التمويل الكويتي، فريق تثق فيه وتقدر تدير معاه الدفة للأمام؟ شنو الأمور اللي ركزت عليها في بناء هذا الفريق؟ ومن ثم إذا تكرمت أبيك تذكر لي الفريق القوي والفريق الجبار، شنو الأساسيات اللي تكون فيه بحكم خبرتك اللي أنت بنيتها؟ نعم، أقدر أقول لك إياها، طبعا بحاول أختصر قدر الإمكان. لما تدش من إدارة إلى إدارة في البنك نفسه، عملية الانتقال أسهل، ولو حتى لو تقول من إدارة صغيرة إلى إدارة أكبر. يعني أنت مثل ما تفضلت الأمثلة، أن انتقلت من تريجري كان عددنا إحنا 27، انتقلت بعدها إلى الكوربت في عام 2008 كان عددنا هناك فوق ال 150، عقبها انتقلت الى الريتيل كان العدد هناك يقارب ال 1800. ف سايزات اختلفت. السايز اختلف، والسايز لما يختلف، لما كنت من التريجري الى الكوربريت كانت علاقتي وطيده جدا مع معظم الاخوان اللي كانوا موجودين، كانت الثقه موجوده، ولكن كان السكيل اكبر من ناحيه التعامل مع الموظفين. انت كمدير ترى اكثر شيء تتعامل معه شغلتين، الشغله الاولى الموظف نفسه، انك تحرص انك انت مامن له كل الادوات والتولز، واذا في اي بوتل نكس عنده او في اي عقبات في طريقه تزيلها.
بحيث انه ما يكون له عذر انه والله ما اقدر اسوي هالشيء. الشغله الثانيه اللي هي استماعك الى العميل، وهذا شيء جدا مهم. طبعا هذا الاستماع من العميل انت تتوقعه وتاخذه فور جرانتد مثل ما يقولون، يعني امر مؤكد ان هذا عن طريق الموظفين اللي موجودين عندك. انت اليوم بنك التعامل مع الاف العملاء بغض النظر عن شنو طبيعه شريحتهم، ولكن اذا تروح حق الشرائح اليوم بالكويت قاعد تتكلم على النخب، خلينا نقول الاليت او قاعد تتكلم كل بنك عنده لا يقل عن خلينا نقول 60 ل 80 الف عميل بهالشريحه هذه. طيب العملاء اللي بهالشريحه هذول يحتاجون معامله شخصيه، وايد منهم والله يقول لك ابي اكلم رئيس تنفيذي، هذا لازم اكلمه، عرفت قصدي؟ لازم اعطيه الاهتمام اللي يحتاجه. ساعات تجيني شكوى من موظف بالفروع، والله ساعات يدقون علي يقول لي والله الاي تي ام خربانه، دز واحد يصلحونها. يعني شيء طبيعي جزء من عملي، مو اللي والله اقول والله دق على الكول سنتر ولا كذا، لا لا خلاص وصلت الرساله. الباقي علينا الان نأدي. الناس سهوله تطلع رقمك، ما يبي لها اي شيء، ومسرع مسرع، انت فلاني انا فلان، يبقى ليش المكاين عندنا كذا، ويدق ويتحلطم وكذا. قلت حاضر عمي اللي تامر فيه وكذا، وما يصير خاطر كله طيب. ثاني يوم هم ادق له اقول له ها بشر اصلحوهم، اي بس تاخروا والله هداهم. شو تقول؟ اي والله العظيم الحمد لله. والله زين. وبسعد من ناحيه الامور اللي تركز عليها في الفريق نفسه، هل في مثلا، هل تركز على الجانب الشخصي، الجانب الاداري للشخص، هل تركز على الجانب الفني للشخص؟ شنو الامور اللي تركز عليها بالذات للاشخاص اللي لهم تعامل بشكل شبه يومي معك انت بحكم انك يعني CEO والرئيس التنفيذي؟ اللي اتعامل وياهم بشكل يومي هذول ايدي اليمين وكلهم نوابي، يعني بدون ادنى شك عاملهم مثل ما عامل نفسي، ما كاني والله قاعد اعامل موظف يعني اجبر بخاطره وكذا. لا، النقاش يكون فني، يكون فني بحيث ان احنا عندنا مهمه، المهمه هذه تتطلب تعاون 1 2 3 4. يا جماعه اتوقعكم تتعاونون، لا تردون لي اذا عندكم مشكله، وانا اتابع بين فتره وفتره واشوف اذا في مشاكل. اتيك صدقني اي غلط يصير يوصلك، خصوصا من المجموعه اللي تشتغل معاها بالواجهه الاماميه. فما عندي اي شك ان اهم شيء يكون باب الاتصال بينك وبينهم مفتوح، ما يكون في شيء هم يردونك عليه، اذا فاهم قصدي. يعني او مو يردونك عليه، ما يحسون ان في شيء يستحون يكلمونك فيه. يكلمون فيه ويخافون يكلمونك. ليش يخافون؟ ماكو داعي للخوف. دائما هو بنهايه المطاف في مقاييس، المقاييس هذه موجوده علينا كلنا كفريق. المقاييس هذه محدده من قبل مجلس الاداره، يحددها بكل سنه بناء على الميزانيه اللي نقدم لهم اياها. يراجعونها، يناقشونها، يعدلون بعض الامور، نناقشها معاهم، وعلى اثرها يتم خلاص. هذه المؤشرات الماليه، المؤشرات الفنيه، المؤشرات الارتباط الوظيفي، مؤشرات ارتباطك مع العملاء، ارتباطك مع السلطات الرقابيه، كل هالامور، عدم مخالفه تعليمات بنك الكويت المركزي، و و و و كل هالامور هذه تدش من السكور كارد من 1 إلى آخر. تختلف، في عندك انت جهات بيعيه وعندك انت جهات اشرافيه، فالطبيعه بينهم طبعا تختلف. ولكن انا بالنسبه لي اولا وابدا، ولا عمرك تبدي رايك قبل لا تستمع الاراء، واذا عندك راي مخالف ناقش. اذا سمعت القاعده فيها سكوت قط سؤال راذر ذان تعطي راي، واسمع الاراء شلون تجي. هل هذا ما اقدر كلامك بخير، هل هذا شيء كنت تطبقه بشكل يومي ودائما هذا اسلوبك يا ابو سعيد؟ لا والله يتغير من يوم عن يوم بناء على طريقه الانتراكشن اللي تصير موجوده. يعني اذا في انتراكشن اوريدي موجود، انا بس اقعد مستمع اكثر من اي شيء، مراقب، افهم شو اللي قاعد يصير. اذا شيء استذكر منه شيء معين لازم اخبره حق الفريق كله، إذا ما كانوا دارين عنه
مرتبط بهذا الشيء اخبرهم عنه، اي والله كان في اجتماع مع البنك المركزي وبناء عليه كان في تعليمات، انا خبرت فلان وانا اسف اني ما خبرته، يعني اعتذر عن المس كوميونيكيشن اذا حصل، ونحاول نكون الكوميونيكيشن قدر الامكان مفتوح، مثل ما يقول فلويد، بدون رسميات، بدون ايميل، خلص واتساب، تليفون، اي شيء، اي طريقه اتصال توصل. ها مشهور عندك سالفه الاخذ بالايد، انت مشهور عندك يعني انك الاخ دائما اذا صادفت احد تعال تفضل حياك ويتم النقاش بشكل يعني من غير مقدمات ومن غير رسميات. ابو سعد بنتقل على مساله، لما جيت وانتقلت ودخلت بيت التمويل الكويتي، شنو كانت الحمد لله. الصعوبات الثلاث الاولى بالنسبه لك اللي انت حاولت يعني اول ما دخلت ولقيت ان هذه ثلاث صعوبات لازم التعامل معاها، وشلون تعامل معاها؟ نعم طبعا، اول ما دخلت بيت التمويل ما كان عندي الفكره والعمق الكافي اللي اعرف شو اللي قاعد يصير فيه داخل بيت التمويل. بيت التمويل صرح عملاق، طبعا اكبر بنك اسلامي بالكويت، ثاني بنك اكبر اسلامي بالشرق الاوسط. تشرفت بالعمل معاه، تشرفت بالعمل مع جميع الاخوان والاخوات الموظفين في بيت التمويل الكويتي، واستفدت استفادة عظيمة عظيمة من الأخوان أصحاب الفضيلة الهيئة الشرعية، حيث أن وايد من الأمور اللي كانت غايبة علي بالسابق لما كنت بالبنوك التقليدية صار لها الشرح وفهمت شنو الفروقات اللي موجودة. فهذه من الأمور اللي أنا فعليا 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 تعلمت منها وايد. ثانيا اقدر اقول لك ان الثقافه لما كنت جاي من بيت التمويل مختلفه تماما عن الثقافه اللي موجوده ببيت التمويل. طبعا الثقافات في منها الزين والشين والزين والشين، فاذا بوزنهم وبوزن الزين والشين هني ولا هني، بقدر اقول لك ان الزين والشين بالطرفين يعني خلينا نقول يوصلون مع بعض، إلا أن يمكن واحدة من الأمور اللي لاحظتها بيت التمويل وصراحة عجبتني جدا، اللي هو الأسلوب الراقي بالتحاضر بالتحادث مع أي طرف كنت مختلف معه أو لا. يعني دائما يتم في مثل ما تقول توقير حق الشخص اللي قدامه بغض النظر عن الحديث اللي يدور بينهم شفويا. وثالث مسألة أبو سعد، شنو كانت من الصعوبات اللي واجهتها في بداية دخلتك وشلون تعاملت معها؟ كان طبعا يعني واحدة من الأمور، أنا كنت متعود على سيستم مال بنك الكويت الوطني إن في تنظيم في كل الأمور، ما عندنا أو يعني كان في بالبنك الوطني إلى حد ما أقدر أقول لك في مثل ما تقول إدارات منفصلة سايلوز، ولكن بمعظم الأحوال ما كانت بالسايلوز اللي شفتها بحياتي في بيت التمويل. أعطيك على سبيل المثال للحصر، إذا أنت عميل وعندك معاملة تمويل، خلينا نفترض عقار، بيت تمويل معروف بالعقار على أساس أنه يكون المثال ريليفنت، عندك أنت التزام بالعقار، نفس الوقت انت مأجر سيارة من القطاع التجاري عندنا، وبنفس الوقت عندك ودائع موجودة بالفروع. صاحب العقار ما يشوف الوديعة، صاحب السيارة ما يشوف لا الالتزام القائم ولا الودائع اللي مقابلها، فعلشان تحصل هالثلاث أقسام قاعد ياخذ منك كان وقت وايد. كانت من الأمور اللي تنرفز كثير من الشركات ان الدوره المستنديه اللي موجوده في بيت التمويل تطول، وتطول بشده، تطول في بعض الاحيان الى اكثر من 3 شهور، وهذا الشيء غير مقبول تماما. انت اليوم كتاجر او انت اليوم كطالب للتمويل تحتاج فلوسك بوقت يعني باسرع وقت ممكن، وبنفس الوقت ما ارضى ان منافسين يكسبونك.
فإذا المنافسين قاعد يسوونها في فترة زمنية أقل، إذا أنا ما نزل الفترة الزمنية لعملية إجراء المعاملة، أنا خلاص طلعت من اللعبة مثل ما يقولون. جميل. هذه الثقافة اللي كانت أشبه بالثقافة في الإدارات الحكومية اللي ممكن تكون كانت موجودة، شلون قدرت تعالجها أبو سعد؟ وهذا يعني كل من رأى تأثيرك الواضح على هالأمر، هذا بيت التمويل قبل إدارتك كان يعني مشهور عنه أنه أشبه بشركة حكومية، ومن بعد ما يا البورد الجديد ويا مع أبو سعد تم التغيير وتمت النقلة، شنو الأمور اللي ركزتوا عليها وركزت عليها أنت وشلون عالجتها أساس تنقل أو تطيح الكاهل هذا عن الشركة؟ أنا بدون الرجوع إلى شنو كان عليه قبل، اللي كان عليه قبل ممكن كان متماشي مع الوقت اللي هو فيه، ممكن كان متماشي مع الثقافة اللي موجودة ببيت التمويل. في عام 2014 دش مجلس إدارة جديدة، أو مجلس إدارة جديد، ودشت إدارة تنفيذية جديدة، بالإضافة إلى القائمين الرائعين اللي ليومك موجودين في بيت التمويل. هالفترة هذه اللي صار ان تمت الدخله الى بيت التمويل، التوجه الى ان بيت التمويل في هدر وايد، وفعلا لاحظنا هذا الشيء من ناحيه المصاريف، وفي طاقات وايد بالامكان استخدامها عشان نطلع خلينا نقول قيمه مضافه اكثر، من ناحيه خدمه عملاء، من ناحيه تكاليف، من ناحيه توفير هدر، من ناحية الربحية. وهذا فعلا كان أحد الأسباب الرئيسية. الشغلة الثانية يبي لها تغيير ثقافي. لما أنت تكون بنك ويكون عندك أنت 7 إدارات، كل إدارة غير عن الثانية، وكل إدارة لها مدير إدارتها، مدير الإدارة ما يكلم الباقي، يتكلم مع الرئيس تبعي، أو يعني مدير المباشر اللي ريبورت للرئيس التنفيذي، فما له أي علاقات أخرى مع الإدارات الأخرى. فأمور وايد منها كروسل ما كان موجود، CRM ما كان موجود، شنو المنتجات اللي عند العميل على أساس لما يسألك عنها، كانت مساسي بالبداية. تحسين الخدمة، إحنا شركتنا مستحيل نوصل حق أي شيء، طيب شنو اللي إحنا فيه مقصرين وشلون نقدر نعدله؟ ف قلنا والله هذه نقاط القصور، شنو الأشياء اللي نقدر نسويها بسرعة، شنو الأشياء الاستراتيجية اللي نحتاج نسويها على مدى 3 إلى 5 سنوات، وشنو الأشياء اللي بالأثناء تطلع ممكن نطبقها بسرعة. فكنا ماشيين على 3 ستريمز مثل ما تقول. رقم واحد يونيفاينج السيستمز، لأن أنت عندك مثل ما قلت لك 7 or 8 different platforms، يعني كور بانكينج سيستمز 8 مختلفين، كل واحد بصوب هالثمانية هذول عشان تسوي لهم انترفيسز يتكلمون مع بعض، يطلعوا لك بشاشه واحده كمستخدم. طولت ويانا، طولت ويانا، يمكن هي برنامج اشتغل قبل لا ادش، وانتهى عقب ما دشيت بسنتين، يعني شيء خيالي. ولكن سوينا وايد اشياء من ناحيه التركيز على التطوير التكنولوجي. يعني اذا تلاحظ الموبايل اب مال بيت التمويل الكويتي يعتبر من الافضل، ان لم يكن الافضل، من ناحيه الخدمات اللي موجوده. ممكن يحتاج تحسين من ناحية خلينا نقول الكلتر اللي موجود فيه، ولكن بشكل عام إذا أنت تفكر فيها كأومني شانل، كل الخدمات اللي تقدر تسويها بالفرق تقريبا تقدر تسويها بالموبايل، وهذا من الشيء النادر اللي تشوفه موجود بالبنوك الأخرى. يمكن لغرض استراتيجيتهم أنه والله هذه الأشياء الأساسية خلينا نركز عليها، والباقي يعني متى ما صار عليها الطلب at a certain level ديك الساعة ممكن ننفذها، أو نشوف لها work around، أو ندخل فيها فنتك، يعني وايد أمور. جميل. الشغلة الأساسية اللي هي الـ human resources، لأن بدون human resources مضبوطين صدقني ماكو فايدة. أنت بوقتها كان عندنا طبعا مثل ما تعرف سنة الحياة، الناس تكبر ويصير في تقاعد، كان في ناس
في بدايات الأمر، خلينا نقول مستوى الأداء، مستوى تقبل التغيير للثقافة ما كان موجود. فاتفقنا وياهم، أعطيناهم باكج، ويعني كل واحد مشى بدرب سبيله، بس إنها كانت جنرس باكج ولله الحمد، وإن شاء الله يكونوا راضين عن هالشيء. بالنسبة حق الباقي، بلشنا وياهم برنامج ما أبي أسميه إعادة تأهيل، ولكنه الضوء الأصفر أن أدائك سيء. إذا كان أدائك يعني أقل من جيد أو يعني سيء، لابد تدش برنامج إعادة تأهيل أو Performance Improvement Program يسمونه PIP. البرنامج هذا عبارة عن عقد يوقع بين الموظف وبين إدارته، مذكور فيها KPIs واضحة للثلاث شهور، يتم مراجعة الـ KPIs كل شهر، وبنهاية الثلاث شهور إذا عدى يرد إلى صفوف العمل، والحمد لله الأمور طيبة. في حالنا ما عدى، نقول له الويه بالويه أبيض، أعطيناك فرصة ثلاث شهور، أنت ما نفذت اللي عليك، وأنت موقع على الالتزام اللي بيني وبينك. أنا ما قلت لك من أول يوم والله اقضب الباب لأن أدائك سيء، لا، أعطيتك فرصة أنك أنت لو ما كنت واعي ثلاثة أشهر. هذه أهداف واضحة كل شهر بنتابعك عليها، إذا حسينا فيك الجدية، لا والله أهلا وسهلا فيك ببيتك بدون أدنى شك. ولكن إذا ما كان الريال مهتم أو البنت مهتم أو المرأة مهتمة، العفو، منو أنا اللي أجبره؟ نهاية المطاف كل واحد ملك قراره. صحيح. خلينا نقدر نقول أبو سعد، وهذا شيء ترى صعب يعني إن الواحد يمر فيه، لكن هل نقول يعني حتى كأقصد مدير، لكن هل نقول إن هذه الأمور هي اللي خلت إن إحنا نشوف بيتك تقريبا يضاعف بشكل تقريبا 100% أرباحه خلال ال5 سنين، من المدة اللي أنت استلمت فيها بالضبط إلى السنة اللي فاتت، النمو التراكمي 15% على مدى الحمد الخمس لله. سنين تبارك الرحمن، اللي هو ما أدري الكوست تو انكم ريشيو نزل من محاري 50% إلى 51 37، ما شاء الله. 37% تبارك الرحمن. هل نقدر نقول ان هذه الامور هي اللي خلتك تحقق هالانجازات الكبيره؟ ايضا على مستوى العوائد على الملكيه وغيرها ارتفعت بشكل ملحوظ، اليوم بيتك ينافس اذا ما كان افضل من بعض البنوك في بعض العوائد وغيرها. هل هذه الامور اللي انت ذكرتها هي اللي ادت الى هذا؟ بدون أدنى شك، هو كان تركيز على هذا العمل، تخارج من أصول ما قاعد تعطينا العائد على رأس المال، التركيز بإعادة استثمار هذا الرأس المال في تمويلات تؤدي إلى الغرض المطلوب وبجودة أصول عالية. على سبيل المثال، في المشاريع الحكومية المدعومة من الحكومة، في المشاريع النفطية، كل هالأمور هذه اللي تم تمويلها بالسابق، هي يعني بالنسبة لنا من ناحية جودة أصول أو كواليتي أو أسيتس عالية جدا. العوائد ممكن تكون مدنية، ولكن هذه فيها ديمومة للعوائد. الجانب الآخر اللي كان فيه التذبذب الكبير، اللي هو العوائد من الاستثمار. العوائد من الاستثمار يجب أن تكون، خلينا نقول، ستيبل، او الجروث مالها مع الجروث مع الانفستمنت مالتك، اخذنا بعين الاعتبار المخاطر اللي تي معاها، وكمصارف لنا حدود، اذا تعديناها اصبح اي استثمار فوق هذا الحد من راس المال مكلف جدا جدا، لان راح ياخذ منك اضعاف الكابيتال تشارج اللي بالعاده تاخذها، فالعائد المتوقع راح يكون وايد اكبر. فإذا بتاخذها من الناحية، رقم واحد التحسن بالإيرادات، التحسن بطبيعة الإيرادات وديمومة الإيرادات، وثانيا وقف الهدر اللي كان موجود. هالثلاث شغلات مجموعة أعتقد هي كانت العامل الرئيسي من وراء هالشيء.
جميل تبارك الرحمن، ونجحت فيه تبارك الله بشكل يعني قل مثيله تبارك الله هذا من فضل ربي، الحمد لله. سبحانه وتعالى. قبل لا ننتقل للقطاع البنكي وإلى مسألة استحواذ بيتك والأهلي، في كذا مسألة هني أبو سعد، أنت وايد علقوا على طريقة خروجك والكتاب اللي أنت شكرت فيه الموظفين، وكان في ردة فعل كبيرة جميلة من الناس ثناء عليك على طريقتك اللي ما لاحظوها موجودة مع مدراء ثانيين. شنو اللي يخلي فيك، وهذه من أشخاص اشتغلوا معك أبو سعد، أن شنو اللي يخلي فيك تبارك الرحمن أن أنت تترك أثر بالأشخاص، أن إذا مكان ما في مازن سعد ناهض أنا ما أقعد، إما أني أنا أشتغل مع مازن أو أني أنا ألقى لي مكان ثاني لأن خلاص مازن موجود. تركت أثر في الموظفين اللي اشتغلوا معك أو الزملاء اللي اشتغلوا معك، أنه صار ولائهم يعني اللي مازن ناهض أكثر من ولائهم للشركة بشكل إيجابي، مو القصد أنه بشكل سلبي. معهود ومعروف عنك أن أنت ترفض لا قدر الله، أن أنت يعني بالعكس أنت من الأشخاص اللي يبنون مؤسسة ويبنون بيئة إن صح التعبير تسمح للأشخاص أنهم يكملون حتى بعد خروجك. بس شنو اللي خلاك يا مازن الناهض تترك الأثر تبارك الله؟ هو قبل كل شيء يقول هذه نعمة من ربي، لأن صراحة يعني طريقة التعامل وطريقة النفس هذه يعني أقدر أقول لك إياها، الله سبحانه وتعالى ينعم على ناس وناس، وأكو شيء ثاني اللي الدين يهذبه، ولكن إحنا نتكلم هني إن الحمد لله يعني الله منعم علي بهالشيء من أنا صغير، يقول عني مبتسم وجهك تبارك الله سامح فعلا والأمور فعلا زين، لا بس يعني مبتسم وهيك سامح. تبارك الله لا فاجمالا هي اعتقد يعني عده اشياء. رقم واحد لازم القلب يكون نظيف، انت لما يعني تشوف واحد بغض النظر عن منو هذا الاحد، اذا عنده حاجه تحاول تقضي له اياها. في نهايه المطاف انا موجود في مركز خدمه بنك اقدم خدمات. انا بالنسبه لي عملائي بالدرجة الأولى هم موظفيني، لأنهم اللي مجابلين الآلاف والمئات الآلاف العمليات اللي قاعد تتم كل يوم. فإذا هم ما يعني أقول لك إذا هم ما دللهم عملائي منو أدلل؟ فإذا هم حسوا بهالدلال شو يصير؟ قلبهم ينشرح. لا بعدين سهولة الحديث، الباب المفتوح، مع انه يعني تسمع ناس يقول لا والله بابك مو مفتوح، والله يدقون علي غربي على تليفوني موجود واي واحد يقدر يبيني يقدر يحصلني. فهي مو مساله اني حصلتك ولا ما حصلتك ولا في ناس تستحي، اللي تستحي احاول اذا قدرت اوصل لها. بس ما شاء الله بيت التمويل مؤسسه يعني على الرغم من الانتشار الجغرافي بس تكلم قريب 16,000 موظف، فيعني مو من السهوله انك انت تحتك او توصل حق 16,000. ولكن يعني واحده من الاشياء اللي انا فخور فيها ان الفريق عندي في بيت التمويل طلعوا برنامج ما صار ولا استوى اسمه اي كير، ويبوا لك قصص النجاح من كل موظفينا شو اللي سووا فيه تميز، يعني الله يذكرهم بالخير احمد العثمان و أعوذ بالله من الإيس، أعوذ بالله من الإيس. أخوة وايد، في أخت أدري إنه ما تبي أذكر اسمها فما راح أذكر اسمها. فالأخوة وايد ما شاء الله اللي صراحة بدعوا بدعوا بدعوا. تبارك الرحمن. في والأخت مسألة اللي ما بذكر اسمها أول حرف من اسمها سين، بس عشان تعرف نفسها. نسي عليها بالخير أيا كانت. إي مسي عليها بألف خير. في مسألة أيضا تخص البيئة اللي أنت تخلقها مساعد، شلون قدرت أو شنو الأمور اللي أنت سويتها عشان تحافظ على قيمك الشخصية والفاليو سيستم صح التعبير؟ أوكي، بالمقابل ان انت تقدر تاخذ سلم المهني
في حياتك. غالبا الشخص في اي مجال في اي مكان ممكن يحط تحت ضغوطات، يحتاج انه هو او تضطر انه هو يختار اما قيمه اما السلم المهني، لكن انت تبارك الرحمن قدرت تحافظ على الاثنين. شنو الامور اللي انت سويتها في هذا الخصوص وشلون الواحد يقدر يقلدها؟ أنا أعتقد أن هذول الاثنين أعتقد أن هذول الاثنين ما ينفصلون عن بعض. اليوم اللي تضحي بالذات بالقيم أنت انتهيت. فأنا أعتقد أن إذا أنت كانت قيمك عالية وعملك عالي، يعني تعمل بإتقان، السلم راح يكون مفتوح لك. ولا أعتقد أن هي مسألة سلم أو قيم، لأن إذا أنت مستعد تضحي بالقيم بس علشان تصعد، أنت شو استفدت؟ هل إذا كان الاستفادة بمواضيع أخرى مالية ومركز؟ لا أنا آسف، هذا هذا يعني سوري، بس هذه مو قيم. هني الإنسان فقد القيم، وأنا برأيي إذا فقدت القيم فقدت الأخلاق. وخلاص بعد ما في شيء يصير له اي فائده ولا اي بالضبط. امر. ابي اعرف ابو سعد، عقب كل هالخبره تبارك الله من كونك شخص توه متخرج الى تبارك الله CEO ثاني اكبر بنك اسلامي في العالم، شنو مفهومك عن القياده؟ هل القياده شخص ولا هل القياده سيستم؟ وإذا كان سيستم، شنو إن صح التعبير أساسيات هذا السيستم هذا النظام؟ نعم، القيادة متعددة، بما أقصده أن كل واحد فينا اليوم ممكن يكون قيادي، حتى موظف الاستقبال بالفرع. قيادي من أي ناحية؟ أنه ياخذ المبادرة، أنه عنده مشكلة ويحلها. هذا إذا كان في حل مشاكل، أو إذا كان عنده أجوبة يجاوبها، إذا كان زملاء محتاجين يفيدهم. بس خلنا ناخذها كقيادات. يعني أنت اليوم اذا بتاخذ مثلا السي او واللي تحت السي او، سي او على الاقل يعني الريبورتنج لاين ماله في افضل الاحوال، اذا انت يعني خلينا نقول مؤسسه سوبر لين، اليوم 6، الافريج 9 الى 10. اذا نزلت تحتهم راح تلقى نفس الشيء من ناحيه الريبورت لاينز، لا اقل من 6 الى 8 على حسب الادارات بكل اداره. ف يعني كل واحد فينا has to demonstrate leadership. Leadership in what sense? Leadership ان احنا قاعدين اليوم بالاجتماع واحنا نتكلم بالموضوع. انا بالنهايه قاعد اسمع الاراء بناء على افضل الاراء اللي اسمعها وافضل الاراء اللي تركب ابدي اناقشهم فيها. اذا وصلنا لا سمح الله deadlock، في هذه الحالة لابد أني أرجح الرأي واختم، يعني واحسم الموضوع، لأن ما يصير الموضوع يظل عايم. نعم. زين بسعد، قبل لا انتقل الى القطاع البنكي ومن ثم ان شاء الله الاستحواذ، ابي خلال هالخبره هذه تبارك الرحمن، شنو الدرس الاكبر اللي انت تعلمته؟ وقبل الدرس الاكبر اذا سمحت شغله، هل كان في امر من ناحيه استراتيجيه كان ودك ان انت تطبقه في بيت التمويل لكن الظروف او الوقت ما سمح وما طبقت؟ والله بشكل عام يعني أقدر أقول لك معظم الأشياء اللي طبقناها متماشية مع الاستراتيجية اللي كنا نبي نسويها. يمكن في كان جانب واحد بس ما أقدر أقول إنه ما طبقناه، لأنه كان بنفس الوقت مرتبط بالاستحواذ من عملية، إذا تذكر موافقة بنك الكويت المركزي السابقة في شهر 9 إلى 9 في ذاكرتي، كان في إنشاء بنك رقمي. صحيح. فكانت أحد الأفكار اللي إحنا كانت موجودة عندنا في بيت التمويل في ذاك الوقت إن ديجيتايزيشن، ليش ما نفكر إنه يكون عندنا ديجيتال بانك إسلامي ومن هالأمور هذه كلها. فالفكرة كانت موجودة بس
انحطت على الهولد الى ان نعرف بالضبط شنو مصير الموافقه مالت البنك المركزي وشلون راح نقدر نطبقها. الشغله الثانيه اللي سويناها وما ادري اذا شفتها منتشره بالكويت اللي هي سيلف سيرفيس كيوسك اللي هي الاكس تي ام مالتي سيرفيس، كانك داش فيرتشوال برانش. الهدف من وراها توفير خدمه الفرق 24 ساعه بدون ما انت تتعنى، عفوا للفرع بالوقت اللي ما يناسبك. ليش؟ لانه هو اساسا موجود باماكن غير الفروع اللي انت تروح لها، ممكن باماكن تسوق اللي تروح لها، فتعطيك اكسس كان الفرع موجود هناك سمولر سايز ويؤدي الغرض. جميل. وهم يساعدنا في التواجد في المناطق اللي ما عندنا فيها فروع ان نفتح داخل الجمعيه. صحيح صحيح، هذه ريتش صعبة. جزاك الله خير. بخصوص الدرس اللي انت يعني بالنسبة لك راكز في ذهنك من الناحية العملية خلال الفترة اللي فاتت، شنو هذا الدرس مساعد؟ الدرس الراكز بمخي عمليا عمليا بدون خلال أدنى شك هي المصداقية بالتعامل، الشفافية بالتعامل، والأهم من كل هذا العدالة. لأن إذا عندك موظف حاس إنه ما في عدل، إذا عندك عميل حاس إنه ما في عدل، هني تنكسر الثقة. بينما إذا حس الموظف، إذا حس العميل إن اللي قاعد نسويه بعدالة، وإن أخطأنا وإحنا بشر نعترف بالخطأ ونعوض، هني الأمور تتعدل. بس المشكلة يعني في مشكلة من صوب بساعد. شوف، الأخطاء أمانة ما وايد. أتكلم طبعا أخطاء جسيمة، أنا أتكلم لا يعني لا لا لا، الحمد لله الجسيمة ما دشينا فيها، ولكن الأخطاء بشكل عام الإنسان يخطئ وايد، ولكن دائما وأبدا اللي تعلمته واللي أعلمه دائما أن الخطأ الأول محمود، بشرط أنه يكون يعني مو خطأ متعمد، خطأ غير متعمد محمود. ليش؟ لسبب واحد، الواحد لما يخطئ يشعر بالإثم، وإذا شعر بالإثم ما راح يعيد هالشيء المفروض، ولكن بعض الأحيان هالشيء ما يصير. فأنت تقول والله أنت الغلط الأول محمود، الغلط الثاني غير مغفور. عرفت قصدي؟ يعني ما تعلمت من درسك. صحيح. فهل أنا مريت في أخطاء؟ إيه نعم، مريت في أخطاء وايد من أدنى شك، عملية تعلمت منها وايد. في بعض الناس يعني ما ودي أذكر التفاصيل بعينها، ولكن يمكن من صراحتي في أيام ما كنت في البنك الوطني اتصل فيني واحد من العملاء، يعني بما معناه إن كنت وايد صريح عن طبيعة شغله وكذا، بما معناه قلت له يعني لا، اللي قاعد تسوي في مغامرة كبيرة وكذا، زعل. ف يعني الدرس اللي تعلمته انه اوكي، لابد انك تعرف الشخص اللي قدامك هل يتقبل النصيحه ولا لا. هو جاي يسال بس يبي يسولف، ولا جاي يبي يسال يسمع الصج. ساعات اللي يسمع الصج يضايقه، ليش تحط نفسك بهالموقف؟ صحيح تقول انت سالتني رايك، انا جاوبتك رايي. يعني هذه احد الاشياء اللي مرت. جميل جميل. اليوم الناس تسأل، قبل ما راح ندش في تفاصيل الحين للاستحواذ، لكن اليوم الناس تسأل عقب استراحة المحارب لبسعد، ما نبي ندش الحين في تفاصيل الاستحواذ وغيره وخروجك من بيت التمويل الكويتي، لكن اليوم الناس تسأل شنو المستقبل حق مازن ناهض. دارت شائعات وايد بسعد، نعم، هل اليوم مساعد راح يرجع ما راح يرجع، بيقعد هناك بيدش مكان ثاني، شنو المستقبل مازن النهض؟ لدرجة ان احد الاشخاص كان يسألنا هل مساعد اليوم بينافس الشباب في لا 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 شركات يمشون، صغيرة لا الى هذه يمشون، الدرجة. لا إن شاء شنو الله. مستقبل مازن النهض اليوم عقب استراحة المحارب هذه؟ شوف، أي شيء أقدر أقدم فيه قيمة مضافة أخذه من الاعتبار خبرتي، أنا مستعدة، لأن بالنهاية هذه لمصلحة يعني الكويت،
نظام المصرفي، نظام المالي اللي هو عصب الحياة بالنهاية. ماكو دولة بالعالم نظام المالي فيها انهار وتقدر تعيش. يعني نقول رجعتك للنظام المصرفي ان شاء الله. والله اقول احنا على قولتهم نخليها على الله والباقي ان شاء الله على الله، بس يعني نعم في فرص ما في شك. في فرص ها؟ الحمد لله. يعني بعض الشائعات الفرص الموجوده هذه صحيحه. ما ادري والله شنو الشائعات كلها، بس انه يعني في فرص ان شاء الله. باذن الله. هل نقدر نقول بسعد حدد نوعا ما موعد لرجوعه للعمل؟ والله موعد معين انا يعني اتمنى ان تكون السنه الجديده، ولكن يعني كله يعتمد على الوقت الزمني مال المؤسسه او الشركه نفسها، اذا يسمح لها الوقت انها تعطيني الوقت، جميل بس جميل. اذا ما يسمح ما يسمح. الحمد لله. صلى الله يوفقك ويبارك لك، ومن الحين يعني مقدما مبروك على المكان اللي بيحصل على فرصة العمل مع مازن الناهض. يعني هذا أعتقد شرف كبير لأي مكان، وبالنهاية بيعود على الفائدة بإذن الله على المكان، وإن شاء الله إنه يعود أيضا بالفائدة عليك أبو سعد. يعني اللي مبروك. الله يبي اللي الله كاتبه ان شاء الله هو الخير. الحمد لله على كل شيء. بإذن الله بإذن الله. خلينا ندش على مسألة القطاع البنكي أبو سعد. قبل لا ندش في الأزمة، شلون كان شكل القطاع البنكي عندنا في الكويت قبل الأزمة؟ شنو نعم. والله كانت الداينامكس مالته أو شكله، وشنو اللي تغير بعدين مع الأزمة؟ يعني خلينا نقول ان النمو اللي كان متوقع لعام 2020 ما كان نمو كبير بالنسبة حق دولة الكويت، والسبب الرئيسي يعزو الى ان كثير من المشاريع الحكومية اللي كانت المفروض تصير تم ارجاعها بسبب تدني اسعار البترول وخلافه. فيعني ما كان اكو بالبايب لاين الشيء اللي يذكر غير كذا مشروع نفطي ومشروعين بي 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 اذا ما كنت غلطان، فما كان اكو نفس الفوليوم اللي شفناه للسنوات القادمه. بالنسبه للريتيل كنا نتوقع ان النمو يكون صوتك انقطع ابو سعد. 22 انه يكون من 4 إلى 5%. فيعني الكويت بشكل خاص ما كان في نمو كبير متوقع في الائتمان، لأنه ما كان في أي مشاريع توسعية قائمة حاليا بالكويت، ولا أكو مشاريع بنية تحتية. ولكن يعني لما تأخذ البنوك الكويتية مثل البنك الوطني، بيت التمويل، بنك بورغان، البنك الأهلي، هذول البنوك لهم تواجد خارج الكويت، بينما البنوك الأخرى إذا ذاكرتي تسعفني بعد إن شاء الله ما أكون غلطان فيها، إن ما عندهم تواجد في بلدان أخرى، بالإضافة إلى 13 فرع لبنك أجنبي بالكويت. يعني المنافسة محمومة من ناحية المصارف بالكويت، والخدمات حدث ولا حرج، وتشوف تطور تكنولوجي من كل المصارف، تشوف انه ما شاء الله ممتازه جدا. ف يعني بشكل عام كنا متوقعين سنه خلينا نقول نومينال جروث، الارباح فيها كانت المتوقعه تزيد بين 10 إلى 15% لو مو الكوفيد. هذا اقدر اقول لك اياها في مجمل مصارف. جميل. شنو اللي تغير في هذا خلينا نقول الليفل او في هذا المستوى بشكل عام اثناء الازمه ابو سعد؟ اوكي. ازمه كوفيد يمكن من الازمات اللي ما مرت عليها يعني خلينا نقول العصر الحديث اللي احنا فيه ما مر عليه من ناحيه الاثر الاقتصادي اللي قاعد يسويه المرض. إذا تلاحظ الاعتماد الشديد على الكريدت، هذا بحد ذاته قاعد يشكل يعني يشكل ثقل على كاهل هذه الشركات اللي عليها التزامات،
ولكن بنفس الوقت الشركات وضعها افضل من الشركات اللي ما عليها التزامات، لان البنوك تكون بوضع افضل انها تدعمها عشان ما تخسر التمويل الاولي. ولكن لما نتكلم ان احنا الازمه هذه ازمه 2020 او خلينا نقول كوفيد 19 واثرها على الاقتصاد العالمي، الازمه الماليه اللي شفناها ب 2008 كانت ازمه ماليه بحته مرتبطه باسعار الرهن العقاري، اسعار الاصول العقاريه، وكل المشتقات الماليه التي بنيت عليها، وصار يعني مثل ما تقول الاثر مضاعف. ولكن المطاعم فاتحه، المحلات فاتحه، الناس تطلع وتي، فباقي القطاعات الاقتصاديه لم تتاثر بشده التاثر اللي قاعد نشوفه اليوم. فمثل ما يقول واحد من كبار الاقتصاديين دكتور محمد العريان، يقول انا لو بشبه ازمه 2008 كان واحد حاشته ازمه قلبيه. يقول نعرف وين المشكله، هي بالقطاع المصرفي، كل اللي علينا ان نضخ فلوس بالقطاع المصرفي، مع الوقت تتحسن الامور ويرد القطاع المصرفي الى ما هو عليه. مين وايل احنا كحكومه فدراليه راح ندفع، بس بالمقابل هم ليش يبون هالشيء؟ لعده اسباب. السبب الاول انه ما يبون يكون في بطاله، اذا ارتفعت البطاله قلت القدره الشرائيه، معناتها قل عندهم الكونسومشن، وهذا الشيء يؤثر على الطبيعه الاستهلاكيه مال الولايات المتحده. الشغله الثانيه صار لها اثر كبير على اسعار العقار، ولكن اذا تطالع قطاعات اخرى مثل ريتيل، تكنولوجي، ولو ان ريتيل تاثر وايد الان، بس احنا خلينا نتكلم على قطاعات اخرى، سيرفيسز، هيلث كير، ريتيل، حتى ريل استيت، من عقب الازمه الامور صارت وايد اوضح، لان سيجمنت معينه اللي هي سب برايم وباماكن معينه هي اللي انضربت، فكانت مساله سبلاي اند ديماند. بس بينما اذا تروح حق المدن، اذا تروح حق سبيشالتي ريل استيت مثلا، لا تحصل في فرص بدون ادنى شك. اسواق الاسهم ولو انها كانت سيئه الا انها كانت في بعض القطاعات مبدعه. فما نقدر نقارن ازمه 2008 اللي كانت ازمه قلب، ضخ فلوس بالقلب وانتهى الموضوع. انت اليوم عندك ازمه، وهذا مثل ما اقول لك، مثل ما يقول الدكتور محمد العريان، يقول عندك انت التهاب بريلك اليمنى وتحتاج تسوي عمليه بريلك اليسار، وعندك ايد مقصوصه، وعندك ايد ثانيه عايبه، وعندك قلبك في مشكله، وما ادري شنو في مشكله، كل الاقتصاد واقف كله. القطاع الوحيد اللي اشوفه الى الان شغال اي شيء له علاقه بال data transfer، يعني شركات الاتصالات كلها والاي اس بيز ما تاثروا، لان بالاحرى اذا في اي شيء زادوا، او البيج داتا كومبانيز اللي هم مثل جوجل، ما جوجل، بس انا اعتقد يعني مساله فالويشن الان، اعتقد ان وصلت الفالويشنز اسعار خياليه جدا في السوق، فلن ندش بهالتفاصيل، بس عموما الاثر راح يكون جدا جدا سيء على قطاعات السمول ميديوم بزنسز، خلينا نقول حتى كوميرشال ولارج بزنسز، اذا كان البزنس لاين مالها على سبيل المثال هوسبيتاليتي، ايرلاين بزنس، اي شيء متعلق باصول يجب ان تستخدم ولم تستخدم وعليك التزامات من الناحيه الثانيه. فيعني هذه واحده من الثنتين، يا شركه تعثر وان تعثرت تدش بانكربسي، خلصت من البانكربسي شو اللي بيصير؟ على اساس ان الداعمين ياخذون فلوسهم لازم يشيلون الاصول، فبياخذونها فاير سيل فاليوز، شو راح يكون الاثر على البنك؟ ردينا على نفس المشكله. فانت اليوم اكبر مشكله عندك الامبلويمنت، يعني اليوم الريفيجن اللي صار على الورلد جي دي بي كان من بلس 2.3 الى 2.5 الى ماينس 4.9، وإذا تطالع الديفلوبد ايكونوميز 8% نزول، جي دي بي دروب 3% الايمرجينج ماركت،
اذا طالع والله اوكي السايكل من الان، والحين يعني اوروبا شوي شوي قاعد تفتح وهذا شيء ايجابي، ولكن الى الان ما شفنا كميات التوظيف بالذات الدول اللي فيها بطاله عاليه انها ترد تدش سوق العمل. بالكويت ما راح يختلف الوضع بالنسبه حق الشركات الخاصه. بالكويت ما راح يختلف الوضع بالنسبه للشركات الخاصه، خصوصا حيث الشركات نفسه الخاصه هم اكبر موظف لغير الكويتيين. الحكومه ملتزمه بمعاشاتها كانوا كويتيين وغير كويتيين على حسب العقود اللي موجوده. الشركات الخاصه تتحرك وايد اسرع، بعضها اخذ اجراء من شهر 4 وشهر 5، ما ينطر الى اليوم، لانه يقول لك والله انا اوكي عملي مسكر ما ادري متى افتح، توكل على الله ورد لي. طيب الشخص اللي ترك هذا يمكن راح دور لعمل، اللي قال عمل ما راح يرجع يعني، او يمكن يترك بلده، والاغلب انه يترك بلده. طيب انت رديت تبي تفتح، شلون راح تقدر تفتح؟ انت نزفت بهالفتره، اجور قاعد تدفعها العمال، وحسب قانون العمل حتى لو بتمشي بتعطيه 3 اشهر نوتس. القوانين اللي قاعد يتحدث عنها في مجلس الامه بما يخص تخفيض الرواتب وكذا، الى الان ما فهمنا شنو هو، والازمه قربت تخلص يعني، طارت الطيور برزاقها. بردنا بين بدون ما الله ادش التفاصيل زين. الحكومه مستحيه تقول انه والله تعال يبا خلينا نسوي حزمه اقتصاديه. الحزمه الاقتصاديه اللي موجوده لا نريدها ان تمس المال العام. طيب شلون؟ احنا بفورس مجور يعني، الله لا يقوله اسوء تمثيل، ولكن شنو الغزو؟ كل شغلنا وقف يعني، اذا تبي تاخذها كتمثيل كل شغلنا وقف. في شركه خاصه تقدر توقف على ريولها عقب الطيحه؟ فالوضع مختلف. بالنسبة لك أبو سعد، شنو أدوات الحلول اللي موجودة لمعالجة هالأمر؟ وكل الآثار اللي أنت ذكرتها، من آثار بالذات مسألة البطالة، في أمر أنت ذكرته أن اليوم الاهتمام فقط على الكويتي، لكن حاملين مسألة تأثير غير الكويتيين على الاقتصاد في الدولة بشكل عام، وعلى أيضا الوضع في الدولة بشكل عام. شنو تعتقد الحلول بالذات من ناحية الحزمة اللي أنت ذكرتها، واللي هي بشكل أو آخر ما فيها ذيك الفائدة حسب ما أنت تمساعدك؟ يعني الحكومة لابد أن تأخذ أو بالأحرى تتحمل جزء من التكلفة هذه، أو تقول والله خلاص ما راح أكفلكم، اللي يقدر يقوم يقوم، اللي ما يقدر يقوم ما يقوم. بس مسألة أن جزء معين أو قطاع معين هو اللي يتحمل، على سبيل المثال البنوك. يعني البنوك إذا تذكر تم تأجيل أقساط المواطنين، هذا الشيء، هذا الشيء طبعا بدون ادنى شك كان مطلب شعبي، ولكن هل هو للفائده العامه للشعب؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه ان هل الحكومه وقفت معاشاتها؟ هل القطاع الخاص وقف معاشه؟ وان كان، اوكي القطاع الخاص طلعوا لهم قانون بدل دعم العماله اللي عوضهم عن اللي نزل رب العمل. بالنسبه للاجانب بالقطاع الخاص، تعال يبا انت كرب عمل لازم تعرف شو تسوي، هل بزنسك ماشي مو ماشي. يعني اليوم الكومبيتيشن وايد عالي، ترى واحده من الاشياء انك تنظف من الشركات الوايد اللي موجوده. تعال نقول لك يبقى انت كشركة خاصة اليوم انا وياك كحكومة، المبلغ اللي انت محتاجه اقيم كم، واقول انا اشتري الحصة منك انت اليوم، وانا وياك نسويها بشكل اسلامي لان هي بالنهاية equity investment. بقول له انا ادفع لك انت الحين basically الكابيتال مالك وايبت اوت، انا اللي قاعد اقول لك اياه كحكومه راح ادعم الاوبريشن مالك، وراح اقول لك الاوبريشن مالك هذا انا مستعد احط فيه فلوس، ولكن بشروط. الشرط الاول ان انا
يكون عندي نسبة من الكويتيين يتوظفون. ما في أروح تعال، ما يصير والله 3-4% بالقطاع الخاص والقطاع العام عليه ضغط كبير. لا، لابد يكون في كوتا تصاعدية منطقية. الشغلة الثانية، الاعتماد على العمالة الأجنبية ما سببه؟ سببين رئيسيين، يا إنه يعني خلينا نقول وظائف ما يقبل فيها المواطن أو المتعلم إنه يؤديها، أو لتدني رواتبها مقارنة بفرص أخرى. طيب، أنا بالنسبة لي كشركة خاصة، إذا ما علي كوتيشن معين أو كوتا معينة إني أنا أكوت، ولاحظ معظم الأساميز ترى مو مدرجين، فلا تنطبق عليهم هذه الشروط. طيب، بهالحالة شو أسوي؟ بهالحالة أنا شو أسوي؟ أقول لك طيب، أنا اليوم على أساس أعزز من الرواتب اللي تدفع حق الكويتيين، إذا أنت والله بتجيب لي أجنبي ما عندي أي مشكلة، الأجنبي يدفع، نحسب تكلفة البنية التحتية اللي الكويت قاعد تصرف عليه زائد الدعومات زائد زائد، نكسرها بورقة وقلم ونقول والله على كراس 2000 دينار، 2500 ألف. ولكن فعلا إذا تفكر فيها، لما معالي المحافظ ذاك اليوم يطلع يقول نسيت والله الرقم، بس أقل من 2000 شركة موظفة 660 شركة كم موظف؟ أقول لك، يعني اليوم يتكلمون عن تجارات تجار إقامات وخلافه، أقول لك يعني أنت لو تحسبها يعني اقسمهم على 2000، بعد هو أعتقد الرقم أقل من 2000، بس 660 على ال 2000 قاعد تتكلم أنت يعني على الأقل الشركة الواحدة 3000. إيه عفوا، إيه صحيح، 30,000 تقريبا، لا، إذا ثلاث ألف شركات، شركة، ثلاث إيه صحيح، سوري 3000، لا، إذا ألف شركة 300 300 واحد 300 شخص، يبي لنا باجي عمال اي والحساب. اوه من زمان اقول مع الكورونا أقول والقعده هني شويه لازم الصفر لازم صفر طاع طيارة، وصفر زاد. لازم طيارة طيارة الألجبرا من الماث اي والحساب. والله، اي والله. زين أبو سعد، خلني شوي أرجع بنقطة قبل الأزمة. أنت تكلمت الحين أثر الأزمة وغيرها، ويمكن انا هذا اسف مثل بس ما كملت لك على الجانب الاول بساعة، لما اقول لك يعني الحكومه مثل ترى ما سويته ببنك الخليج. بنك الخليج برايم اكزامبل، ان تعال انا ادش وياك كاكوتي انفستمنت، انا بالنسبه لي لاكوتي انفستمنت شرعيه، وانا اقدر والله احط لك شروط معينه بحيث اني انا يعني امنع اي تلاعب داخلي من هالموضوع، ولك الحق انك تشتري حصتك عقب فتره من الزمن، بس بالاثناء انت كوت، انت سويت وايد اشياء. وعادت الفائدة على الحكومة بالنهاية. تقل التكلفة، يعني هو بالنهاية الحكومة راح تطلع إن شاء الله بالشركات الناجحة ربحانة، مو صحيح. بس كذي راح تربح كذلك بالتوظيف. صحيح. وتقل التكلفة وجهة عليها. نظر. صحيح. وجهة نظر معتبرة ومحترمة، ويفترض صراحة أن تطبق مساعد. خليني شوي أرجع حبة قبل سالفة الأزمة. وضع البنوك الكويتية مقارنة بالبنوك الخليجية والإقليمية، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية الخدمات، من ناحية السكيورتي، مساعد شلون تقيمه؟ وخاصة أن أنت في أحد المؤتمرات اللي شاركت فيها سألك يعني، وقال لك what keeps you at night، what keeps you سايبر awake at night. سكيورتي. وانت ذكرت له السايبر سكيورتي، باصح العباره او صح التعبير، شنو الشيء اللي صحيك تعالي الليل وقلت له سايبر سكيورتي. فاول شيء ابي افهم وضع البنوك الكويتيه مقارنه في البنوك الخليجيه، في البنوك الاقليميه من الناحيه، وبعدين مساله السايبر سكيورتي. اي حاضر. من ناحية التطور التكنولوجي بين البنوك الخليجية، أقدر أقول لك متفاوت، ولكن قاعد نشوف في بعض الدول على سبيل المثال البحرين وايد سباقين في عملية ديجيتال بانكينج. قاعد نشوف كذلك في الإمارات، يعني أمثلة وايد مثل EMBD اوريدي سووا عندهم ليف، اللي هو الديجيتال بانك مالهم، ديجيتال اونلي. فكثير في من البنوك الخليجية اوريدي دشوا في مجال الديجيتال بانكينج،
ولكن بالكويتي ليومك هذا ما وصلنا للمرحلة هذه، واعتقد ان هذه راح تكون ان شاء الله خطوة يعني ممتازة جدا من قبل بنك الكويت المركزي في حال اقرارها، راح يعطي فرص وايد حق اصحاب الافكار ان how to reimagine banking if you can. الشغلة الموضوع الآخر اللي هو تكلمنا عنه السايبر سيكيورتي، عدل؟ موضوع الخدمات ومن ثم السايبر سيكيورتي. الخدمات يعني أقول لك الديفلوبمنت بالخدمات وصل لمراحل اللي يعني أقدر أقول لك very little could be left for physical إذا تعرف قصدي. يعني اليوم الاوتوميتد ماشينز whether it's teller or otherwise they can pretty do everything you want including kiosks. فمنت بحاجة إلى يعني خلينا نقول بريك اند مورترز برانش مثل ما كان بالسابق، ممكن تسويها أونلاين، ولكن يعني أهم شيء بالموضوع أنك تكون سريع في التقدم. الأجيلتي مالتك لازم تكون عالية جدا لأن العالم قاعد يمشي بسرعة، يكون عندك open systems مع open APIs بحيث أن أي شركة اليوم تيك كانت فنتك، كانت ريجتك، كانت بيج ديتا، اللي تبي تسميها AI، تحطهم مع بعض with cloud computing راح يصير عندك أنت خلينا نقول framework و ecosystem وايد وايد قوي، بحيث أنك أنت تقوي من السايبر سيكوريتي مالك مو بس digital innovation. ندش الحين على السايبر سيكوريتي اللي مصحي بساعد ليل ونهار. شنو مشكلة السايبر سيكوريتي؟ ليش صحيك ليل ونهار؟ وشنو وضع البنوك الكويتية معها؟ أوكي، أكثر شيء مرعب أبيك ترجع بالزمن 100 سنة لو كنت أنت بنك بذاك الوقت، شنو تحاتي أكثر شيء اللي كنا نشوفه بالأفلام وكذي؟ اللي يعني يدش أحاتي شخص يسطو على البنك. أحسنت. طيب إذا السطو هذا أصبح بطريقة إلكترونية وبطريقة من الصعب إنك تشوفها ومن الصعب ساعات إنك أنت تتبعها، فأصبح الوضع يعني خلينا نقول مضاعف جدا، كنا تكون تسرق أكبر بكثير من اللي كانوا يسرقونه بالسابق إذا عرفت قصدي. فإذا الشيء موجود دائما مع أي واحد يحفظ أمانه، إنه دائما يحافظ إن الأمانة موجودة ما لازم أفرط فيها. فشلون أقدر أحافظ عليها؟ أحافظ عليها أولا الحرص لما أعطي أي نوع من أنواع التمويلات إني أنا أكون مسوي دي ديليجنس مالي، إني أنا أحافظ على مصالح المودعين اللي عندي، وبنفس الوقت أحمي البنك من أي حرامية يجونه كانوا فيزيكال أو كانوا سايبر. فعشان شيء أقول لك يعني سايبر سيكوريتي الخطورة فيه إنه ممكن تدمر سمعتك اليوم. يعني يوم ديجيتال بانك ماكو بريكا مورترز اللي يقدروا يدشون هناك يبقون، فشو بيبقونك؟ سايبر. صحيح. عرفت أصلاً؟ وضع اليوم البنوك الكويتية مع السايبر سيكوريتي شلون تشوفه؟ والله ممتاز جداً أمانة. يعني البنك المركزي حاط فريم ورك من أبدع ما يكون حق السايبر سيكوريتي برأيي، هو الستاندرد اللي مش عليه. وطبعا مثل ما انت عارف تكنولوجيا قاعد تتطور بشكل يومي، فاللي اليوم ممتاز وعلى قولتهم state of the art باكر ممكن يكون obsolete، فاحنا لازم نمشي مع التطور بالسايبر سيكوريتي. واخر ترند الان بالسايبر سيكوريتي استخدام الاي اي مع السايبر سيكوريتي، بحيث ان الارتفيشال انتليجنس يبدي يعطيك مثل ما تقول اشارات على التريجرز، what does this indicate DDoS كذا. جميل. هل بنوكنا أفضل من البنوك الخليجية والإقليمية في الموضوع، ولا هم بالنسبة لك متقدمين علينا فيه؟ والله يا أخوك شوف ما تقدر أنت تحكم، لأن يعني الفريمورك من بنك لبنك يختلف، وتسمع عن بريتشز تصير في بنوك كويتية في بنوك عالمية وفي بنوك خليجية. أنت الأهم بالنسبة لك انك انت تحافظ على الموضوع. ليش؟ هل ممكن يصير؟ نعم ممكن يصير. هل ممكن تمنعه؟
اي نعم ممكن تمنعه، طيب ليش ما منعته؟ هذا السؤال اللي يضايقك. فهي مو القصد المقارنه، القصد كثر ما هي ان شنو الريسبونس مالك؟ يعني انا الفريم ورك احطه، بس اذا ما يكون عندك ديديكيتد سوك تيم مستحيل 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 تقدر تواجه اي انكاونتر الا لما يكون عندك كاونتر ارتفيشال انتليجنس رانينج ذا هول ثينج بالنسبه لك. صحيح. بنتقل من السايبر سيكيورتي بساعد وهالنقطه الى موضوع ثاني بالنسبه لك موضوع جدا مهم ورئيسي، مساله الاجهزه الرقابيه ووضع صح تعبير الريجليشنز اللي موجوده عندنا اليوم. انت عندك راي ذكرته في اكثر من مكان ان اليوم في تحفظات موجوده كبيره تحد من قدره البنوك الكويتيه على النمو بشكل طبيعي. اول شيء ابي اعرف رايك وليش هي تحد وشنو رايك انت في هذه التحفظات. المساله الثانيه اذا تكرمت ابي اعرف منك شلون اليوم الاجهزه الرقابيه او الاشخاص المشرعين يقدرون يسمحون للبنوك انها تكبر بالاضافه لانه يكون في نوع ما من الامان في النمو هذا طبيعي. والله شوف يعني عاده الجهات الرقابيه دائما بتقديم اي شيء جديد يصير في نوع من انواع التخوف. لا بد انك تريح الجهه الرقابيه انك انت مغطي كل الامور اللي فيها مخاطر تقدر تتجنبها، وانك عارف شنو المخاطر اللي قاعد تدش فيها في كل خطوه من الخطوات. فالمقصد من وراها هو انك انت تريح الريجليتر، بينما لما تجي له انت والله بفكره سامعها او قاريها تقول والله ايش رايك، ما ينفع الحكي غير لما تقعد وتشرح تسوي له برزنتيشن شو اللي انت تقصده. اذا كان عنده تخوفات يقول لك شنو التخوفات وبعدين يبتدي الدايلوج. دائما اللي قاعد نشوفه الفنتكس قاعد تمشي اسرع من البنوك، البنوك تمشي اسرع من الريجليتر، فاصبح البطل تلك الريجليتر. ليش؟ لان قاعد برو اكتف ريجليتر اذا مستعد تطبقها بناء على تعليمات بناء على تعليمات المحاسبية يا فرس وغيرها. وانت هذه الامور وتقول والله اي نعم اي ونت تو ادابت ذم عشان انا اتاكد ان بنوكي تكون امينه. في مو بس ان لازم احرص على البنوك الى عده فرص فوق ال 25 اذا ما كنت غلطان 27 فرصه او شيء من هذا الحكي كان أعتقد ب 2015. طبعا كل فرصة من الفرص تبين لك موقع الجغرافي، انتشار الجغرافي، حجم يسمونه القيمة السوقية، الربحية، يعني تشوف عدة مؤشرات لهذه التارجت وتشوف مدى ان في خلينا نقول التقاء بيننا وبينهم بحيث انه يكون اكثر شيء بدون عوار راس او بسلاسه بدون ما يكون فيها لوية. فشفنا والله بين الفرص قللناهم من 27 اعتقد الى شورت ليستد، وبعدين من الشورت ليست قلنا لا نبي احنا البنوك اللي فعليا، يعني مثلا على سبيل المثال الحصر لو كان في بنك بالسعوديه ونبي نشتري ندري او كنا بذاك الوقت ندري ان سامة اللي هي سعودي أرابيان مونتري ايجنسي ما عندها النية ان تسمح لبنك خليجي انه يستحوذ على بنك اجنبي.
ف للسفر في السعودية. إيه تبي تفتح فرع افتح، بس السوق السعودي مو مال تفتح فرع، مال يكون عندك تواجد يعني ما صحيح. شاء الله قارة السعودية. بارك الله ف فيك. اي والله تبارك الرحمن. ف من المنطلق قلنا طيب شنو الفرص اللي احنا نقدر نحصل عليها؟ صار عليها ناروينج داون اذا ما كنت غلطان الى 3 فرص. شفنا الـ3 فرص وحصناهم، وشفنا من ناحية ديسكتوب ريسيرش ارقام المعلنة ان والله بينهم هذول الاهلي المتحد هو الافضل للاسباب التاليه، من ناحيه الربحيه الاكبر ربحيه، من ناحيه التواجد السوقي مع ان في تشابه بين الكويت والبحرين، ولكن غير الكويت والبحرين ما عندنا خلينا نقول اوفرلاب او جغرافيات ثانيه احنا ملتقين فيها، ففيها نوع من انواع التكمله. الشغله الثالثه السعر السوقي كان منخفض، البي اي ريشيو ماله كان منخفض، بينما البي اي ريشيو مال بيت التمويل كان مرتفع. فاذا انت بمجرد تاخذ فرق البي ايز حتى لو ما تسوي اي شيء يطلع عندك زياده بالارباح بين اذا ما كنت غلطان 15 او 20 شيء من القبيل. الزبده فتنظر لها من هالنواحي هذه كلها تقول اوكي انا شاري شيء يعطيني ارباح مقاربه حق ارباحي بس سعره اقل مني بالنص، مغريه عرفت قصدي؟ بس معناتها اكو شيء. شو الفرق؟ الفرق ان طبيعه عمل البنك مختلفه، يعني احنا بالكويت البي ايز عاليه والبحرين كانت البي ايز منخفضه. هذا مو ذنب السوق الكويتي ولا ذنب السوق البحريني، هذا البريسبشن او هذا راي المستثمرين فيه. فهذا بما راي السوق القيمه العادله والسعر السوق العادل. فبناء عليه سوينا هالدراسات هذه وقلنا والله خلينا نحدد سعر التبادل، وطبعا القصه انت تعرفها كلها. تم تحديد قصه سعر التبادل كله كان معلن عنه ومنشور، يعني ما في شيء خارج عن المألوف. حتى لو تدش الويب سايت اليوم مال بيت التمويل في الاجتماع اللي تم في يناير لعرض يعني للعرض على الجمعيه العموميه الموافقه على الاستحواذ، اذا تقرا الرايت اب اللي موجود يغطي لك كل النقاط اللي ممكن، او اي احد من المتفرجين او المشاهدين اذا يبي يشوف التفاصيل كلها هناك موجوده. جميل. فالشغله يعني على قولتهم اون بيبر لوكس اميزنج. كملنا بدايه السنه خذينا الموافقه دشينا شهر 2 وشوفت عينك مع كوفيد دمار شامل. فكنت اتابع واشوف ارقام مخيفه من ناحيه البطاله طقت قريب ال 15% بامريكا، على المستوى العالمي في هبوط وشديد من ناحيه النمو، الناس ما راح يكون عندها وظائف، المميزات الامريكيه تنتهي بشهر 7، من عقب شهر 7 ايش بيسوون؟ كميه الدين اللي انطبع الى الان شيء مخيف، تعدى 10 تريليون بالعالم، شيء مخيف مخيف. يعني تخيل اكثر من 10% من الدين العالمي القائم، هذا ما يقارب 50% من قيمه الجي دي بي في امريكا تقريبا. بالضبط. فيعني انت من تبعيد عن اليو اس جي دي بي انه نصه طار، او بالاحرى هذا الضخ اللي تم الحكومات لي مساندة الشعوب ومساندة المحلات أو عفوا البزنسز وكذا، لمتى؟ وهل هالسايكل هذه مستمرة ولا راح يكون فيها آثار اقتصادية سيئة؟ أكيد راح يكون لها آثار اقتصادية سيئة. يعني أنت إحنا شفناها باليابان من أوائل التسعينات ليومك، الفائدة صفر، بريسيشن، ماكو جروث. يعني قبل فترة فرحوا إن كان عندهم كوارتر واحد أو كوارترين. لا أقول لك بس يعني إذا كان هذا وضع العالم فهي مشكلة، وأنا خايف منه أكثر، أن أكثر شيء يدفع الموضوع الكونسومشن، إن كان من البزنس سيكتور ولا من الكونسيومر سيكتور. طيب الكونسيومرز اليوم إذا انقطعوا على الأمل، عندك أنت كريدت كارد ديتس، عندك هاوس مورجيز، عندك كار لونز،
عندك ستودنت لونز، البلاوي هذه كلها ايش راح تؤدي له؟ انذر فاينانشال كرايسيس للاسف. فاليوم المشكله وايد كبيره طلال مع الكورونا. يعني نرجع على سؤالنا، الله يسلمك، انت كان على موضوع الاستحواذ على الاهلي، بس اعطيتك فكره موجزه عن البدايه. جميل، وراجعين حق الفكره هذه قدام. اليوم انت ذكرت ان على الاقل ان من بدايه دخلتك الى بيت التمويل الكويتي كانت فكره الاستحواذ على الاقل استراتيجيه للبنك، ان احنا نبي ننمو تقريبا عقبها بست اشهر تقريبا. جميل. وذكرت طريقه اختيار الاهلي المتحد انها تمت بناء على اول شيء دراسه من قبل مستشارتهم وإلى أن وصلتوا إلى الفرص الأكثر قابلية للتطبيق، وصلتوا إلى اختيار الأهلي المتحد للأسباب اللي أنت ذكرتها. قبل لا أمشي في باقي الأمور في الاستحواذ، أبي أستفسر منك على شغلة أبو سعد. شلون هذه الصفقة تفيد الاقتصاد الكويتي، خاصة وأن البنكين اوريدي موجودين في الكويت، ملاك البنكين خلينا نقول الماجوريتي او الملاك الكبار في البنكين جهات كويتيه. اوكي، الليستنج او الادراج راح يفيد البحرين اكثر من انه يفيد الكويت. هذه الامور كلها شلون هذه الصفقه تفيد الاقتصاد الكويتي، لان تم يعني التسويق لها بجانب ان فيها فائده للاقتصاد الكويتي. هذه الامور شلون تلعب دور وشلون تفيد الصفقه للاقتصاد الكويتي؟ نعم، طبعا بالنسبه حق الاقتصاد الكويتي بالدرجه الاولى، لما تتكلم انت عن الشروط المفروضه علينا من بنك الكويت المركزي، رقم واحد المحافظه على العماله الوطنيه. ثاني عراف صوت انقطع ترى ابو سعد. انا اقول لك طلال، انا ماني عراف، انا ما اتنبأ الغيب، بس قاعد اشوف شواهد اليوم بناء على خبرتي وبناء على اللي مرينا عليه في السابق، مو متوقع، شبه متاكد انه راح يصير في ديتيريليشن حق البالانس شيتس مالت البنوك. طيب انا اقدر اقدر كم هالديتيريليشن عندي في بيت التمويل لما كنت هناك؟ هل اقدر اقدر كم الديتيريليشن مال الاهلي المتحد الا لما تخلص البيانات الماليه واعرف وين الله حاطنا؟ احنا بيانات الربع الاول ما طلعت حق البنوك الكويتيه بسبب الكوفيد، صح ولا لا؟ فيعني ما ادري ليش الكل يقول ليش غيرت رايك؟ ما ليش غيرت؟ انا ما غيرت رايي، وضع كورونا استثنائي غير العالم، فلازم نعيد التقييم بحيث انه يكون التقييم عادل. ما ينفع احنا نشتغل بهالطريقه هذه. جميل، فهذا تاكيد منك ان مازن الناهض ما غير رايه ابدا، نفس رايه، لكن ظرف طارئ يفرض اعاده التقييم. نعم. لرؤيه اذا كان اول شيء تكملون في الاندماج او الاستحواذ، ومن ثم شنو القيمه اللي يتم بناء عليها هذا الاستحواذ. انا بقول لك اياها شيء بالعقل، يعني احنا الان يعني اذا بتلاحظ البنوك كلها عقب ان شاء الله ما ترد تفتح، شو تتوقع الفوليوم راح يكون عليها من الشركات اللي متاذيه وتحتاج تمويل وتحتاج وتحتاج؟ ايش كثر الافرت اللي مطلوب منا احنا كبنوك بس نحافظ على الاصول اللي موجوده حاليا؟ شلون بيكون عندنا الوقت الكافي انه والله بدش بشيء ثاني؟ حتى من ناحيه وقت ومنطقيه، هي مسألة إن تسوي الشيء بالوقت الصح. If you don't